يعني اليوتيوب الميزة واما فيه راقي حاجة، معظم اللي في اليوتيوب راقيين، لكن هتلاقي اللي التيك توك ما بين ده وده. لان مش لمم مع وقت كتير، اليوتيوب مش لمم مش لمم معاهم كتير. مش لمم معاهم كتير. انا حضرت النظرة بينه وبين ابو رنين. ايه رأيك؟ ممتاز. لا ممتاز ممتاز ممتاز. بس ابو رنين الحوارات يعني ما بيخليك تطلع كل اللي عندك، صح؟ يعني مش عارف احكي لك ايه، بيخليك تطلع من مجال من وضع الهزار كده والاكشن. هو بده حوار على حواحو، صح كده؟ على في نفس الوقت انا عرفت يعني، هو بص مناقشته كانت محترمه وتمام التمام، بس ايه اللي عرفته ان هو في واحده مسلطه من يعني شغاله مع ناس في امن الدوله، وكان الفكره ان هو عايزين يطلعوني في اي غلطه يعني، بس الحمد لله ما فيش غلطه طلعت. بس يعني كان الهدف ان هم ياخدوا عليا غلطه، لا عارف ولا غلطه ولا حاجه. وريني اخلاق رسولك يا حق السمك، وريني اخلاق رسولك، وريني اخلاق رسولك، وريني اخلاق رسولك. ده الاكونت ده باسم ايه؟ اللي طلع شاتم ده باسم ايه؟ ده انت عبد الله، ده انت عبد ابليس يا عبد ابليس. يلا هو انت طالع ركبوك الزوت خلاص كده ومش عارف عمال تشتم. طب يا راجل، طب لو راجل وابن راجل يعني يطلع عليه حقيقي عليم الله في شخك، بيعملوا رجاله بس في السوشيال ميديا. يلا يلا روح اطلع على فلسطين ياض، حرر فلسطين، حرر القدس، بدل ما يروح يقول لك قدس امك هيقولوا لك قدس امك. روح شوف قدس امك راح فين. اسرائيل مديكوا على قفاكوا، رزعاكوا رزعه جامده. اللي طلع في حد تاني طلع ولا مش موجود معانا على الجست؟ يلا يلا مين يطالع يا جماعة؟ ده ابو رميم قاعد معايا 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص. نمسك دليل لنبوة محمد؟ مفيش دليل واحد. ده هي المعجزات، يقول لك قال لك ان المعجزات كانت موجودة قبل كده. طب ما هي موجودة قبل كده يعني، هو المعجزة تبقى موجودة قبل كده وما ينفعش تبقى موجودة دلوقتي للناس؟ اخ مافز انت رحت فين؟ راح فين يا اخ مبدي كيرو؟ كيرو راح فين اخ مبدي؟ وديت اخ مبدي فين يا جماعة؟ يا جماعة يا جماعة فين اخ مبدي؟ مستر اكس عامل ايه؟ مستر اكس يا مستر اكس طلع لنا مستر اكس يا معلم. هل تقبل يا مستر اكس مناظرة في المسيح؟ انا مستر اكس شخص عسل. الله يخرب بيت شركة التيك توك يا جدع، الشركة دي لو تهتم شوية بجودة البثوث. الشركة دي لو تهتم بجودة البثوث تفرق كتير. انت عملت ميوت لمفدي؟ مفدي كويس يا عم، مجدي مفدي تبعنا يا عم.
بس كويس عشان انت كنت عايز تتأكد يعني ده الطبيعي صح. السياق كنت عايز الطبيعي اتاكد بس. تمام. لا تمام ما فيش ما تقلقش اخ مفدي. ابعت تاني، انت رحت فين؟ كنت معانا نزلت ليه؟ ما هل حدث عطلا؟ نزل لوحده. ما أبهك ما أبهك ما أروعك ما أشهاك، أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. يلا يا شباب، يلا يا شباب نشارك البث. أيوة سؤال أبو رنيم. أبو رنيم بيقول ريمون مات. والريمون هو ريمون عادل ميخائيل، اسمه ريمون عادل ميخائيل. ايوه يا ابو رنيم، ايوه. قول لي، اطلع جس يا ابو رنيم وقول لي، قول لي تعرف حاجه عن الموضوع ده، او تعرف حد ممكن يكون متورط تدلنا عليه، عشان عايزين دم الواد ده شهيد عظيم، عايزين ناخد بطاره قصاص. هو ريمون عادل ميخائيل يا زياد. احنا هدفنا التبشير الوصول للحقيقة، واحنا بالنسبة لنا كمسيحيين شايفين الحقيقة المسيح، فعشان الناس تقام. فهمني طب يا ابراهيم ايه الموضوع؟ عارف معلومات عن ريمون عادل ميخائيل، او حد كان محاول يستهدفه؟ قول لي دلنا عشان نوصل للحق، دلنا عشان نوصل للحقيقة يا ابراهيم. يا ابو رنيم انت وصلت ازاي لريمون عادل ميخائيل؟ عارف الاسم ده منين؟ مين ادالك الاسم؟ رسينا ابو رنيم. معرفش، غريب اصلا. عرفت ابو رنيم الاسم منين؟ اكيد عارف حاجة. قول لنا مين كان مستهدفه وعرفنا، سهل علينا يعني، سهل علينا، بلاش تعمل لنا برنامج عروستي، قول لنا الاجابة على طول. ابو رنيم طلع وهيقول. حلو، اتفضل يا ابو رنيم. يا هلا، ازيك يا دكتور؟ نشكر ربنا تمام الحال. انت الاخبار؟ هو تقريبا انا بقالي يقول يجي خلي الكلام جد، هو فعلا. ازيك يا دكتور؟ اقفل اللي عندك، اقفل الصوت اللي عندك. ثانية واحدة بس أقفل ال معلش. أنا بستوثق من الخبر أولا، يعني هو فعلا بجد مات، ولا دي أيوة. شو بتاع اليوتيوب والإعلانات اللي كان، يعني أنا هعمل شو عشان يوتيوب على دم واحد؟ الراجل عيب عليك. أنا بسأل يا دكتور. لا لا مش شو، أنا أعرفه سنين طويلة عشان تكون في الصورة، ويعرفني سنين طويلة، أعرفه سنين طويلة ويعرفني سنين مات طويلة. فعلا كان في له أخت، اسأل اللي عندك كده، كان في له أخت اسمها نورة، هو ده؟ ليه أخت اسمها نورة، صح يا جماعة، وأيوه وكان متهدد بيه. أيوه. بص يا دكتور، أنا تقريبا بقالي 6 سنين أو 7 سنين لا شفته ولا اعرف هو راح فين، ولا اعرف اراضيه، ولا اعرف اي شيء. تقريبا 6 7 سنين انا دخلت السوشيال ميديا، اول ما يعني ما كنتش اعرف حاجه في 2011، وحد دخلني الجروبات، فدخلت الجروبات الحواريه، كان جروب اسمه فرسان الدعوه يعني كده، وفي جروبات برضو مسيحيه كتير. فطبعا كنا في الجروبات ديت، معروف زي ما انا جيت عندك كده بالظبط، بنفس اخلاقي ديت، بنفس طريقتي ديت. فريمون اصلا كان متسلط جدا جدا، ممكن هو ونوره كمان، بشكل غير عادي وبشع. لكن انت الا مع ابو رنين، الا مع الشيخ ابو رنين،
مع الشيخ ابراهيم ريمون، خدني في الجروب بتاعه الشخصي، كان له جروب شخصي برضه، ورفعني ادمن كمان، وخلاني حكم بينه وبين مسلم في مناظره او مناظرتين او حوارين كده، وفي بيني وبينه حوارات كتير جدا دعيته فيها للادب والاحترام والحاجات دي كلها، وجي صفحتي كتير جدا جدا اتناقشنا، حتى مع تطوله الا عندي انا ما كانش يقول لي غير فضيله الشيخ، حتى برضو اخته كانش يقول لي الا فضيله الشيخ. ليه؟ ثانيه واحده ابو هنيه، استاذنك كوك تعالى على اليوتيوب. ده مين ده؟ تعالى بس كوك على اليوتيوب، تعالى على اليوتيوب، الموضوع يخص رمون. اتفضل يا ابو هنيه، بس استنى لما يجي عشان الموضوع ده برضه، عشان هيبقى في مشاركه مع بعض. بس انا الحقيقه انا متفاجئ على فكره، كان بيحترمني جدا، وكان في صفحتي اكتر من يجي خمس ست حوارات بيني وبينه، عمره ما تطاول في حرف، لان يعني كنت اشتغلت عليه انه فظيع جدا في التطاول، لكن معايا انا وفي صفحتي، كنت طبعا لما بيجي صفحتي كان الكل بيتلم عليه، كنت بقدر احميه ان اي حد كان بيطاول عليه في حرف كنت بحظره. طبعا بقى لي ست سنين او سبعة ما اعرفش رضي ولا اعرف فين بتاع، انا لسه شفت قريت الاستشعار بتاع العنوان بتاعك ريمون عادل، فجيت استفسر هو ولا مش هو، فطلع ان هو فعلا. طب وعندك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عندك علم ان هو اصلا ما كانش بيتكلم غير في المسيحيات بس؟ لا، الكلام ده غير صحيح، بل الحوارات عندي موجوده في حواراته، معايا موجوده في الصفحه، حواراتي اللي معايا انا بقول لك، هو خدني جروبه الشخصي ورفعني ادمن. تعرف يعني ايه مسيحي ياخد شيخ مسلم يرفعه ادمن في صفحته؟ تعرف دي يعني معناها ايه؟ طبعا مش هو اول واحد، في رأفت العشاري خدني ثلاث اربع مرات جروب ورفعني ادمن عشان احكم مناظراته وحواراته كده. ده الكلام ده من 2011 2012 2013 في الوقت ده، فالزمن بعيد جدا يعني، اكتر قرابه 10 سنين. فانا اتفاجئت طبعا بموته. الله. طب سؤال استاذ، مين معايا الاول؟ اعرف مين معايا. كوك معاك. اللي عند عبد الله كوك، بصرف النظر مش لازم تعرف تفاصيل ابو رنيم، احنا هنا مش في مخابرات حبيبي. لا 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 معلش، اللي عند عبد الله، اخ عبد الله نيسمان. ماشي يا اخ. بص يا ابراهيم، انا ما جيت، انا ما سالتكش حضرتك فين وساكن فين والكلام ده، مع العلم انا بقول في اليوتيوب، انا بقول في اليوتيوب والسوشيال ميديا، مش بقول بيته ولا بتاع، انا بقول في السوشيال ميديا. هو على اليوتيوب الكوك، ومش عايز يطلع حاجه تانية، مفيش. طيب خلاص يا ابراهيم، ببساطه جدا. خلاص. انا طلعت. طب اتفضل عشان انزل. اتفضل عشان انا بس متفاجئ بالخبر وجيت اسال عليه الوضع، مش اكتر. تمام. يعني الراجل ده كان شخص محترم ولا شخص كان بيتعدى على حد؟ لا، كان غير عادي يعني، بصرف النظر عن اخلاقه معايا انا، ما تعداش عليا في حرف طول السنين، وجي في صفحتي وحميته ناس كتير، لكن غير معايا كان غير عادي في التطاول على النبي والتطاول على الاسلام والتطاول على كل شيء، الفاظ بشعه جدا. وياما استنى اكمل كلامي، وياما عملت معاه حوارات ادعوه فيها ان نكون مؤدبين محترمين وكده، وهو كان بيحترمني انا، تقول لك انت، لكن كان بيدوس على النبي الاسلام والصحابه. بيدوس ازاي على النبي الاسلام يا ابراهيم؟ بيشتغل انا كذاب. معاك فيديو ليه واحد يا ابو رنيم؟ ابعت. عندي واحد. هتفتري على واحد مستشهد ومات؟ انا مش جاي افتري ولا افتريش، انا بقول لك في واحد كنت اعرفه العنوان شدني فجيت اسال واستوثق، اما الجروبات فموجوده والاحوال موجوده، وعلى فكره عندي على جهاز سكرينات، بس انا مش بتاع كده، انا جاي استوثق من الخبر، يعني كان اني بقى لي ست سنين او سبع سنين ما اعرفش عنه حاجه. بتستوثق عشان تفرحها؟ انا هنتهم وكذاب ومش كذاب، استاذن بكل ادب واحترام، لاني انا مش كده، انا مؤدب لكن اللي بيقول لي ادب وبمسح بيه الارض ولو كان مسلم كمان. انا مؤدب مع المؤدب، يعني كده انت قابلتني دلوقتي ثلاث اربع مرات لقيتني مؤدب ومش مؤدب يا دكتور،
انا بسالك دلوقتي سؤال يا واحد. دكتور لما جيت لك انا دلوقتي المره الثانيه الثالثه مؤدب ولا مش مؤدب؟ ايه ده ايه ده؟ طب مساء الخير. مساء الخير يا برانين. بعد اذنك يا دكتور. بعد اذنك. مساء الخير يا برانين. انا عندي في البث ما تزعقش. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل على الجميع وسلام الله معكم جميعا. احنا هنا يا برانين مش في حده بالراحه خالص وهنفهم في ايه المواضيع. انا اول مره اسمع عن الشخص ريموني فتفضل يا دكتور. ريمون يا دكتور تمارس على هادي. عرفت ان هو كان اسمه على الاكونتات ريمون اوشا وبيتكلم مسيحيات بس وتم استهدافه بعربيه وتقال ان هو تم استهدافه عشان ببشر. ابو رنيم جه اتكلم في التعليقات وكتب في التعليقات حاجات معينه. الحاجات دي بعد كده لما طلع اتكلم معناها ان انتوا يا ابو رنيم استهدفتوا ريمون عادل علشان هو مسيحي وبيبشر وعلشان انت على كلامك ان هو بايه بينتقد الاسلام. ده انت كده ممكن يتوجه لك يا ابو رنيم اتهام ان انت ورقت له. ايه راي حضرتك يا دكتور اوغستين؟ في حاجه كتير لسه ما اتعرفتش عليا. يعني كده اقسم برافع سموات الارض لا يهز شعره في جسمي ذره ان حد يهددني وكده الكلام ده كله. بص قول لي مكانك فين اجيلك. شرطه اجيلك. ايه ده بس على نفسك؟ ايه ده بس على نفسك؟ ما احنا عرفنا انت تبع مين. ايه ده بس على نفسك؟ ايه ده ايه ده على نفسك مش عليا انا؟ ها يا حضرتك مش كان في واحده ست فاضله اسمها السيده الحاجه فاطمه صالح دي بتكره المسيحيين كره العمى وغنيه وبتساعد على تهديد المسيحيين وبتساعد اكتر من حد زي شريف المحاور والقلايقله وهي اللي كشفت قلايقله في موضوع الدعوه ونفوذ القرايب الموجود ليها اللي فيها ناس من امن الدوله وفضحت قلايقله والتبرعات اللي بتلم له من خليج ومن السعوديه للدعوه بالنصب عليهم باسم عبد الرحمن والمهندس اللي كان بيعتني بقلايقله. انت بتعمل لي مايك؟ طب ما انزل وخلاص. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه يا دكتور. ايه ده الكلام ده تروح تعمله عندكم في بيتكم مش عندنا. كشفت انت. كشفت. الراجل ده كذاب. ايوه وفاطمه صالح فضحوا قلايقله وابو رنيم. يعني يا دكتور يعني اللي انا اسمع. طب اتفضل يا دكتور اتفضل. انا هرد بالتفضل تعليق بسيط عليك. اتفضل. ايوه وبعد كده بعد كده اتقال ان ابو رنيم كان موزوز من السيده فاطمه علشان يطلع ياخد على دكتور اوجستين كلام وياخد منه حاجات ويروح يوديها لامن الدوله. شكرا لتعاونكم يا ابو رنيم معايا. دماغ دي توزن بلدك وتوزن مجلس الامن الامريكي كله على بعض مش انا اللي تعمل معانا كده. انت قلت في التعليقات حاجات التعليقات دي تدينك يا ابو رنيم. انت قلت ريمون مات وقلت ان اسمه ريمون عادل مخيل وقلت يا دكتور رد على سؤالي. رحت قلت لك ايوه هو. رحت طالع لي في البث والبث متسجل ومتزاع والناس هتشوفه 500 مره يا ابو رنيم. الناس قالت ان ريمون ده كان بيتكلم مسيحيات بس. قلت لي لا ده ريمون كان بيتكلم اسلاميات وكان بيغلط في الرسول ويجي عندك وبيتعامل معاك باحترام. جيت انا دوست على الجرح والدمل شوية قلت لك يا ابو رنيم يعني هو كان بيتكلم مسيحيات ولا اسلاميات؟ طب كان بيشتم الرسول؟ قلت لي اه. قلت لك طلع لي فيديو ليه. اتنرفزت وطلع بقى الوش التاني ليك. الوش التاني ليك ده تعمله عندك ما تعملوش عندنا. انا يوم ما يفكر حد يعمل لنا حاجة هتلاقي نفسكم كلكم بتصفوا من جنسيات اجنبية موجودة في مصر. هيصفوكوا ليه؟ لان انتوا بتحاولوا تصفوا راجل دين مسيحي لمجرد ان هو بيدافع عن المسيحي. بس في وش وسفك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه في الكتاب المقدس اهو. صفر. الصفر موجود في اول صفر. لكن ان انت تطلع واحد مات واستشهد بدل ما تقول الله يرحمه جيت وقعت زيك زي ما وقع قبل كده من كام سنه الخاطفين رانيا في المنوفيه وجبتهم عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دخلوا لي لما لقوا الاسم واستفزهم بيتكلم عن رانيا. ايه ده؟ طب ما انتوا بتساعدوا المسيحيين ان هو العابرين ان هم يجوا للمسيح اشمعنى احنا؟ جبتهم بنفس الطريقه وقلت لهم واحد اتنين تلاته. كوك
كان عايز يعرف اسمك وتفصيلتك وانا منعته من كده. اي اسماء على السوشيال ميديا تغيروها تاني وتتهم ابو رنيم في الموضوع ده. انا هاخد سكرات واللف كل اللي اتسجل ده احطه برضه في ضمن الملفات اللي هتبعها. واعرف منين عارف الاسم الثالث وليه دخل دلوقتي، وخد سكرينات حالا للتعليقات اللي هو معلقها عندي. خدتها. وقطع الفيديو بتاعي، اقطعه، اقطع الجزئيه اللي تنرفز فيها. انا كده كده مسجله كده كده انا كده كده مسجله، فتح التسجيل. هتاخد الفيديو اما من التسجيل ده، انت هتاخد حته بالظبط من بدايه ما هو عامل المداخله لغايه لما تنرفز وخرج، وانا اجيلك ومش يعني انت هتجيلي انت ارهابي يعني زيك زيهم. شكرا. يبقى انت كده بتعترف على نفسك. شكرا. سلم لي على حاجة فاطمه، سلم لي على امن الدوله. اقول لهم اصلا طبيعي كده كده ده من الدوله عارفه. يعني لو تسمح لي حاجه صغيره ليا هتحصل مصايب ليهم كلهم. اتفضل. طبعا مساء الفل على كوك، انا ما اعرفش اسمه الحقيقي ايه، مساء الفل عليه، رب يكون بخير. تعليق بس بسيط. يا برانين احنا استضفناك زي اي حد باحترام جدا، يمكن انا اول مره استضيفك، اول مره اسمع بيك، يمكن انت اكيد سمعني. فانت دخلت بموضوع ان انت بتقول ان انا غيرهم، على راي جورج وصوف انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم، انت دخلت بالشكل ده، قلت ان انا غيرهم، قلنا هنتعامل معاك بكل ادب وكل احترام يا برانين، ما فيش اي مشكله، واي مسيحي بيتعامل باي ادب بادب واحترام مع اي حد. بس ان يبقى نكتشف اقاويل ونكتشف في انا اسف في السجل الاسود بتاعك حاجات، ده احنا لازم نتكلم عليه ونطرحه عليك. وانت انا للاسف انا دخلت متاخر، انا ليه لسه شايفك اتعصبت لما الدكتور اتكلم في مواضيع مهمه؟ اتعصبت ليه؟ ما انت كنت هادي وانا لسه بكلمك بقول لك احنا هنتكلم بهداوه يا برانين، انت اتعصبت ليه؟ ولا الكلام فعلا حقيقي فاتعصبت؟ الكلام جه عجبني اتعصبت وظهر الوش الثاني. ما احنا سمعنا احنا يعني. بص انا ليا يعني عمري كله عشته في مصر يا برانين، يعني احنا فاهمين الاسطوانات المشروخه دي من زمان، انت فاهمني يا برانين، احنا فاهمين الاسطوانات المشروخه من ايام الاخوان ورابعه وقبلهم يا برانين. واحنا بنقول اي مسلم محترم هنشيل فوق دماغنا، اي واحد قليل الادب احنا هنتكلم على طول، هندول القضيه ابو رنين في امريكا وانتهت القصه يا ابو رنين، وكله هيبقى خراب على الكل. بسيطه جدا يا ابو رنين الموضوع بالنسبه لنا، مش معقد. وانا قلت كلمه، انا قلت كلمه صريحه وقلتها للجميع والجميع السامعين، اللي هيلعب باقباط مصر هيلعب بالنار، بس اللي استحمل دخانها. انتوا لغايه الان لعبتوا مع اسرائيل مش عارفين تسدوا مع اسرائيل، والمسيحيين برا الليله لغايه الان انتوا لعبتوا مع اسرائيل، ما فيش ذكر فيكم واجه اسرائيل لغايه الان ورد عليها برد من يوم 7 اكتوبر. ثواني يا دكتور بعد اذنك، ثواني يا دكتور بعد اذنك، احنا طلعنا المسيحيين برا القصه وبرا الجدول، انتوا لغايه الان لعبتوا بالنار مع الاسرائيليين ومع اليهود ما سدتوش لغايه الان، وعايزين نشوف شطارتكم. جايين دلوقتي بتكلموا المسيحيين بنقول احنا بنتعامل معاكم بكل احترام، لكن لما جينا اتكلمنا مع الحقيقه في كلام مهم لقيتك اتعصبت يا برانين زي اي شيخ قبل كده. احنا هنا بنتكلم بكل احترام وبكل مصداقيه، واحنا ما مش بنتهدد يعني. الدكتور راح قبل كده ما شاء الله يعني زار الامن الوطني كذا مره. فيا برانين احنا لما تيجي تتعصب لا ما تتعصبش، انت المواضيع دي كلها تعملها في قناتك، تعمل شو اعلامي شو سوشيال ميديا في قناتك، الكلام ده تعمله عندك ما فيش اي مشكله، اعمل الشو ده وزعق لك وارفع واخطب الجمعه عندك فيش اي مشكله، لكن عندنا تتعامل معانا بكل احترام. انت لما الدكتور كان بيكلمك في مواضيع مهمه لقيتك اتعصبت، انا لسه حتى داخل متاخر يا برانين يعني، وانا واثق ان انت سامعني. انا خلصت كلامي يا دكتور،
تفضل يا دكتور. أو تفضل يا كوك لو أنت عندك رأي. ببساطة ببساطة لما أنا طلعت والشيخ أبو رنين، لا أنا نفسي بس أعرف، أنا عايز إجابة بس، أنت يا أبو رنين اترحمت على الأخ ريمون ولا لا يجوز عليه الرحمة يا أبو رنين؟ يا باشا يعني يا باشا بيفتري عليه وبيقول لك ان هو كان بيزدري برسول الاسلام يا جدع. يا دكتور يا دكتور يا دكتور بعد اذنك بس انا بسال صريح، سؤال صريح هو. الراجل في ايدين الله، هل يا برانين ترحمت عليه ويجوز عليه الرحمه ولا لا؟ بس يا دكتور هو يجاوب، اكيد هو سمع بس ويجاوب. اتفضل يا دكتور. يكتب في التعليقات اتفضل. ما خدتش بالك يا دكتور توماس من نقطة لما بقول لك لما اتكلم الكوك قال ان الاخ هرمون الشهيد كان بيبشر بالمسيحية، بيتكلم في الجانب المسيحي بس. ابو رنيم دخل الاسم الثلاثي، جبت الاسم الثلاثي منين يا ابو رنيم؟ غير ان جبت الاسم الثلاثي لما طلعت الاسم الثلاثي دي بالظبط، وفي نفس الوقت طلع قال لك اصله كان بيشتم رسول الاسلام. طب يعني انت شايف ان ده مبرر يا ابو رنيم لقتل ريمون عادل ميخائيل؟ يا دكتور ايوه مبرر يا دكتور، انا بقول لك ان انا بجاوب لك بالنيابه عنه، مبرر. دم المسلم لا يصوب دم الكافر يا عم. احنا مش كافرين يا دكتور توماس، احنا مش كافرين يا جماعه، احنا اسمنا اهل الكتاب يا جماعه، ما اسمناش كفر. بعد اذنك يا دكتور، بعد اذنك يا دكتور، افداك ابويا وامي يا رسول الله؟ اه طبعا اقتلك مقابل الكلام ده. يا انا بقول لك هو انا برد عليه نيابه عنه يا دكتور، لان ده هيكون رد الاكيد يعني، فمن غير يعني من غير كده يعني او الرد الاكيد بتاعه. انا كنت معاه في اللايفات، هو عمره ما جاب سيره الرسول بتاعهم ولا غلط فيهم ولا سب. لو هو معاه فيديوهات يبعتها ويبعتها لي على الخاص بتاعه او يبعتها لاي حد ويورينا الفيديوهات قدام عيني، عشان انا كنت معاه في اللايفات وانا كنت الادمن هناك عنده وكنت بشوف اللايفات، وعمره ما شتم ولا غلط فيه، وكان بيناقش المسيحيين، وانا اصلا اول مره اعرف اللي هو كان بيناقش ابو رنين ده. ولو معاه حاجات دي كلها يبقى يوريها لي بالظبط. سهله جدا يا ابو رنين، ابعت الفيديوهات دي لاي حد اتفرج عليهم، بس اوعى تفكر انت تهددني تاني، ده لا انت ولا شيخك ولا شيخ الازهر ولا رئيس الجمهوريه ولا رئيس دولتك كلها ولا رئيس اكبر دوله في الدول العربيه. بقولها لك بصراحه يعني، لان تهديدات تهددش، خوف ما بنخافش. تصفيه حسابات هتتصفى بسهوله جدا، هيروح واحد مننا هيجي منكم 10 عادي يعني، وكله بالقوانين وبالادب. بعد اذنك يا دكتور ليه طلب بس بسيط عندك يا دكتور، بعد اذنك ليه طلب بسيط؟ ان طلع ابو رنين تاني يا دكتور معلش لو سمحت طلعه 10 دقايق بالظبط، 5 دقايق بعد اذنك يطلع يعتذر عن طريقه التهديد اللي هو ماشي. احنا ايوه هنطلعه، ما انت هيعتذر ازاي دكتور؟ نطلعه على الجسم ويبدا بالاعتذار وبعد كده هو قال لحظه يا دكتور لحظه عشان نبقى في مصداقيه برضو، وانا ده طلب بسيط مني. لا دكتور توماس لما حد يبقى يهددك يا دكتور توماس وبطلع تدخله بيتك، لكن لو سمحت مفيش حد يكبر عليا ان حد يهددني قدام الناس على البث. هيعتذر يا دكتور، هيعتذر هنطلعه ويعتذر ان شاء الله. مع انك اعتذرت اهو، بص ان شاء الله مع انك اعتذرت. خلصت يا دكتور توماس، خلصت، وبسلم لها الحاجه فاطمه وقول لها شكرا لتعاونكم معنا يا جماعه. ما انا مش صغير، انا بقول لكم في حاجات ما كنتوش عارفينها، في حاجات بتحصل من الجنب، في حاجات لازم بتحصل من الظهر. انا وديك ده يا ده. انا مش عايزك تعتذر، انا عايزك تقدر تبقى ايه، تبقى بأخلاق الدعيشي، طلع الدعيشي اللي جواك عشان لما يتقبض عليك تبقى تعرف مقامك، تعرف ان انت كنت بتحاول تخدع الناس في البث اللي فات بتاع المناظره، وحاول تطلع نفسك الشيخ المحترم الوقور. انا ما بشتمش، انا مش زي الناس كلها، وهو قدام الناس كلها بقول لك ما تتبلاش على واحد ميت. هتهددني احا احتين انت ايه رايحة منك شيخ على نفسك يا دكتور؟ الفظ يا دكتور بعد اذنك لا دكتور، لو سمحت
مش عايز تدخل في حاجه تخصني، مش عايز حاجه تدخل في حاجه تخصني، دي تعملها على نفسك، تروح يا ابو رنيم تعملها على نفسك مش عليا انا. شهيد غصب عنك، ده اسمه شهيد غصب عنك، ما تتبلاش على دم ميت. تهديد